السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع قالما لنقف على الأشغال تاع ربط ولاية قالما بطريق السيار الشرق عرب على مستوى بلدية عين بين البيضاء. والمشروع هذا يتكون من الشطر الأول في طريق إذن السيار ما بين بلدية عين بين البيضاء وطريق السيار شرق غرب وعلى امتداد 7 كيلومترات. والشطر الثاني من هذا المشروع فيه المحول الكبير الذي يربط إذن هذا الطريق بطريق السيار شرق غرب. فيه محول كبير على مستوى طريق السيار، والأشغال راهي على حسب الصور اللي عندنا راهي مازالها في حوالي 50-60%. مازال فيه يعني رغم انه المشروع هذا عنده مدة من اللي بدأ، لكن مازال الأشغال مازال لن تنتهي. ونذكر كذلك انه المشروع هذا يكتسي أهمية كبيرة لكون بلدية عين بين البيضاء فيها واحد من أكبر الأسواق نتاع الجملة في الجزائر، واللي عنده أهمية كبيرة إذن تمويل الولايات المجاورة وحتى تصدير نحو الجارة الشرقية. نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.